طيب انا محتاجة برضو اسمع منك، ايه اللي انتي نفسك تشوفيه الفترة اللي جاية، سواء فيما يخص يعني نسمة في مستقبلها، او كمان ان انتي تشوفيه بالنسبة لأهالينا في التعامل مع بعض، نفسك تشوفي ايه؟ هو انا نفسي انا كنسمة ان انا اكون صاحبة اتليه عالمي في قصر القمر، ما شاء الله. اه لان انا كنسمة بحب اللبس، ودي كانت ازمتي ان انا مش بلاقي محلات لقصر القمر او كده، فانا اخترت الحاجة اللي انا مش لاقياها احل الازمة بتاعتها. بتحليها ازاي بقى؟ بتعملي تصميمات وتنفذيها تصميمات وتفصيلات، وبديها لاستاذ علاء بيفصلها لي عندنا في البلد وكل حاجة. بس انتي منين انا اصلا يا نسمة؟ ايه، منين؟ انا من المنصوره، احسن ناس. فلقيت لما انا عملت كده بنات من قصر القامه كلموني قالوا لي انت ساعدتينا، بدل ما كنا بنلبس اي حاجه وبس ساعدتينا ان احنا نختار اللبس اللي احنا لا، عايزينه، وشياكتك كمان باينه في تناسق الالوان، وهنا كمان يا ان احنا نختار تصميمات وان احنا نعمل وان احنا نظهر بشكل افضل. فالواحد لما بيبدأ مع نفسه هيخلي الناس اللي حواليه تبدأ معاه. فالاتيليه طبعا نفسي ان انا اكون صاحبة برنامج بيحكي عن الاختلاف، النماذج اللي ظهرت والنماذج اللي ما ظهرتش، مش شرط النماذج اللي عملت بس اللي ما عملوش، عشان يكون تشجيع ليهم. هتعرفيهم منين؟ ايه مصادرك فيهم؟ ممكن على المستوى الشخصي، على ممكن المستوى الشخصي. ممكن بالسؤال ان انا اسأل كذا حد، لان ناس كتير قوي في البيوت عندهم قدرات عالية جدا، قدرات تستاهل ان هم ما ينفعش يقعدوا في البيت، لازم يطلعوا بس مش لاقيين الدعم. زي ما انا كنت في البيت في البدايه وكان نفسي اطلع بس مش لاقيه، مش لاقيه البدايه منين بالظبط. الخيط مش عارفه تمسكيه في اوله. بالظبط، فاللي هو اللي انا كنت بعاني منه مش عايز حد تاني يعاني منه، عايز الموضوع يبقى بسيط يبقى سهل. البرنامج بيكون بيحكي عن التعامل معاهم، التعامل مع المجتمع، التعامل مع الأهل أكتر. وعي يعني وتأهيل. صح، الأهل إن هما وهم بيربوا أطفالهم يقولوا ما تبصش على حد. دايما عندنا الأطفال عادي اللي هو شوف ده مش عارفة إيه ده. أنا في أمهات وأنا ماشية بيقولوا لعيالهم بصوا على البنت دي، ده بيحصل من الأهل. فطبعا رقم واحد هو الأهل، رقم اتنين إن أنا نعمل مادة عن التنمر، مادة تعليمية، مادة تعليمية عن التنمر. لأن التنمر حضرتك قلت في البداية إن أي حد بيتعرض له، تخين رفيع طويل قصير، أي حد بيتعرض للتنمر. فلما يكون عندنا في البداية مادة بتحكي عن التنمر هتعمل لنا أجيال عندهم ثقافة، عندهم وعي، عندهم وعي وتأهيل في التعامل بالزبط. مع الآخر، مدركين إن أي حد طبيعي. أنا نفسي لما بمشي في الشارع بحب ان الناس تبص لي بنظره عاديه، يا اما ما تبصليش خالص، اللي هو يمشي واحس ان حد مش شايفني، يمشي واحس ان انا عاديه زيكم. فالموضوع ده هيأثر جدا في الاطفال وفي الاهالي. اي نعم، الحاجات دي هيكون نتائجها على المدى البعيد، بس اهم حاجه البدايه.